تقريبي. عمي انت عماد ابو خديجه، انت المحل تبعك ملاصق تماما للمسجد اللي بحات المسجد الاقصى المبارك. انت عمي اندفع لك كم في هذا المحل بحيث انك تخرج منه وتسلمه؟ 40 مليون دولار اندفع لك فيه. هون السؤال بطرحه اخي محمد، بطرحه لكل العالم الاسلامي، كيف بدي ابيع شيء لا املكه شرعا؟ بس هذا سؤالي لكل المسلمين. بارك الله فيك. من المنطلق انه هذا هو وقف اسلامي، احنا سويناه وقف اسلامي. نعم. الوالد الله يرحمه سواه وقف اسلامي. الله يكرمك. قال لي يابا حملني 3 امانات يا اخي. الوالد زي ما خبرني هو هون. الله يرحمه يا رب. قال لي يابا دير بالك انت هون حارس وخادم وامين. حارس وخادم وامين للمحل. نعم. خادم لكل طبعا إنسان. اخوان بس لما نطلع من هون مباشره على الشمال بس اقصى طول مباشره بحيث الاقصى المبارك. حارس للمحل. نعم. خادم لكل انسان بيجي على القدس وعلى الاقصى، وامين على المحل هذا. بارك من هذا الله. الباب نقول للعالم المسلم من شان الله، من شان الله، من شان الله تعالوا على القدس، من شان الله تعالوا على الاقصى، من شان الله تعالوا صلوا بالمسجد الاقصى. ما تقولوا ان احنا جايين زياره او جايين سياحه. ربنا سبحانه وتعالى قال بكتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، انما المؤمنون اخوة. ما قال اصحاب، ما قال اصدقاء، ما قال جيران، ما قال اولاد عم، شمل كل انسان مسلم على الارض، انما نعم. المسلمون اخوة. من هذا الباب لما بقول للمسلم تعال تيجي على بيتك، على دارك، على اقصاك، على مدينتك، القدس، ما هذه الحضارات، ما هذه الديانات، القدس مصر الرسول عليه الصلاة والسلام. مشان هيك بقول للعالم من شان الله تعالى على القدس، من شان الله تعالى وصلوا بالمسجد الاقصى. شو دكتور جيني يا عمي هلا كنت؟ هون يا حبيبي العزيز. شو هذا سرداب دكتور؟ 7 سراديب. 7 سراديب. بودوني 2 بودوني على الاقصى. من هون؟ 2 بودوني على حائط البراق، 2 بودوني على باب العمود، 1 بودين على كنيسة اليابي. لا عن جد؟ القدس الاصلية عمي هون قبل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. من هون قول بسم الله انزل. الك بنزلك. انت ما بتنزل حدا بالعاده؟ ولا حدا بنزل. قلت لي هذا السرداب بيودينا على 7 اماكن تحت المسجد الاقصى. طبعا بس مسكره من 2300 عام، بدها شغل وبدها قصه كبيره. لما نفتحها بتكون زي هيك اشياء زي هيك إياها. سلاسل وهيك. انزل وبعطيك لوكس هلا. يلا تنزل معها فادي. يلا بننزل. خذ اللوكس هي فادي، هي بنت انزل. الآن أنا في مهمة سرية للنزول تحت المسجد الأقصى المبارك. في سراديب، 7 سراديب تصل إلى 7 أماكن مختلفة. انطلقت الرحلة لنا. يلا. نتكلم صح يا إخوان، إحنا نزلنا من هون تحت المحل زي ما أنت بتشوف تماماً. عندك 6 أماكن، 7 أماكن مختلفة. الرمل يطمر المكان. اشرح لي. اشرح لي في إضاءة، اشرح لي. هون تفصل على باب العمود. من هون على باب العمود. ايوه. الله. مغلقه تماما. طيب. اللي عندك من هون على المسجد الاقصى. من هون على المسجد الاقصى المبارك. من هون على حائط البراق. ومن هون على حائط البراق. من هون على الكنيسه. وهي بوابه فعلا تاخذنا على الكنيسه. لسه الله اعلم جوا وين بتوصل. وعندنا هون كمان. يا الله. طب السؤال يا اخواني القوي. مين اللي ردمها؟ مين اللي خباها؟ مين اللي سكر هاي الطرق؟ الهدم اللي صار على القدس؟ يب. الله. عاشوا في الكنز اللي هو. شو هذا؟ بضبع له. انت ما طبعا تحت. عن جد؟ ما نزلنا تحت، ما بنعلم ايش الوضع تحت. ولا عمكم نزلتوا تحت؟ ولا عبر نزلنا. اوف طابق تكامل تحت موجود صح؟ طلع. يا الله كل هذا تحت محل، فلك ان تتخيل اذا شو اللي موجود تحت المسجد الاقصى المبارك. مخيف. مروان يعني مسجد مروان ببلش من هون. وقالوا لك من هون ببلش مسجد مروان من منطلق انه هادي التصميم هذا المتعرج هذا بيبدا هذا موجود في مسجد مروان. ايوه بتقدر تروح وتشوف نفسهم هاي الطابق. اذا قد يكون هذا فعلا المسجد المرواني. بداية المسجد المرواني. بداية المسجد المرواني. بداية المسجد المرواني. بس دير بالك. وما بتعرفوا شو في تحت. لا لا لسه هم ما حاولوا ينزلوا. خير. حط لي ضوء، حط لي ضوء. شو بلاقي يعني. شايف قال لي على الشمال ممكن تلاقي درج. على الشمال هيك ممكن تلاقي درج تحت. رهيب.